صلاح الدين وصحة صلاح الدين. بالنسبة هناك توقفات تقاعدية لعدد من الموظفين لعام 2014 و15 و16 أبان أحداث تنظيم داعش الإرهابي عندما احتل المحافظات الغربية في ذلك الوقت. هذه المبالغ تم استقطاعها من الموظفين عندما يستلمون رواتبهم، يتم استقطاعها بشكل مباشر من الموظف في ذلك الوقت، اللي بالغ مبلغها تقريبا بحدود 67 مليار عدا الفوائد مالتها اللي من عام 2014 و15 و16 إلى 2022، يعني يصير المبلغ بحدود تقريبا أكثر من 100 مليار دينار عراقي. وعندما أحيلوا الموظفين في شهر السادس والسابع والثامن، مديرية التقاعد لم تستقبل معاملات التقاعد من مديرية التربية والصحة، لأن خاطبهم كتاب إلى مديرية التربية بأن هناك مبالغ بذمتهم من عام 2014، أعتقد من تاريخ 1/6 أو 28/6/2014 إلى تاريخ 1/10/2016، وهذا المبلغ يعني كبير جدا بحدود 67 مليار دينار عراقي. فإحنا إذا نريد نأخذ الفوائد مالتها، التقاعد اليوم الطالب فوائد نسبة 3% عليها طيلة بالسنة، طيلة هذه الفترة اللي الماضية اللي يبلغ تقريبا فوائدها بحدود 25 مليار دينار عراقي. نعم، يعني يصير المبلغ تقريبا أكثر من 100 مليار. زين، هاي ال 100 مليار ده نتكلم عليها بذمة التربية التقاعد، يعني مصير المتقاعدين 2014 2015 16 إلى حين اليوم احنا 2022 راح تخلص هاي السنة، 100 مليار دينار عراقي وين راحت؟ شنو مصيرهم اليوم المتقاعدين لعد؟ كان في ذلك الوقت مدير عام تربية محافظة صلاح الدين الأستاذ مزهر سرحان في ذلك الوقت، وكان حسب المعلومات اللي استحصلت عليها من المصادر الصحفية في مديرية تقاعد صلاح الدين ومديرية التربية والمحافظة، هناك اتهامات بين عدة دوائر، بين التقاعد وبين التربية وبين الصحة وبين المحافظة بأن استحصال هذا المبالغ. في ذلك الوقت كان الاستقطاع بشكل مباشر، عندما موظف في مديرية التربية صلاح الدين يجي يستقطع يستلم راتبه، يستقطع التوقفات التقاعدية مباشرة من عنده وتوضع في خزينة مديرية التربية صلاح الدين. المفروض من مديرية التربية صلاح الدين هناك أكو حساب التقاعد موجود، المفروض هاي المبالغ عندما تستقطع من الموظفين تتحول بهذا الحساب حتى مديرية التقاعد تسلم رواتب وتستقبل معاملات الموظفين اللي يحالون على التقاعد بعد خدمة طويلة قد ما يبلغ سنه القانوني أكثر من 60 عام. نعم، لكن مدير التربية الأسبق اللي هو أستاذ مزهر سرحان من ما استقطع هذا المبالغ في حينها خاطب مديرية التقاعد بأن هذه المبالغ يعني موجودة وسلمها، ومن عندما استلم الأستاذ أمجد طلمس ادعى بأن بهذا قبل تقريبا أسبوع أو شهر أقل الشهر ادعى بأن هذه المبالغ مو بذمتهم، هي بذمة التقاعد، وقام أرسل ممثل القانوني لمديرية تربية صلاح الدين وأقام دعوة في محكمة النزاهة في محافظة صلاح الدين على مديرية التقاعد. عندما أرسلوا إلى مدير القانونية أو الممثل القانوني في مديرية التقاعد ودونوا أقواله، ادعى بأن هذه المبالغ هي في ذمة مديرية التربية. اضطر محكمة النزاهة دخلت طرف ثالث اللي هو ديوان الرقابة المالية، وعندما دونوا أقوال الممثل القانوني في ديوان الرقابة المالية أكد بأن هذه المبالغ هي بذمة مديرية التربية صلاح الدين. هنا عرضت مديرية التقاعد عدة تسهيلات إلى مديرية التربية في صلاح الدين، أن يكون دفع المبالغ للمتقاعدين على شكل وجبات، لكن مدير التربية رفض.
هذا المبلغ. وبعدين هسه خاطبهم كتاب آخر شيء عندما صدرنا بيان وثير الموضوع بالإعلام، خاطب هيئة التقاعد بأن هناك مبلغ بحدود 26 مليار أو 23 مليار في ذمة وزارة المالية أو وزارة التربية راح يستحصل عليه ويحوله إلى هيئة التقاعد حتى يمشون معاملات التقاعد للموظفين اللي يحلوا على التقاعد من مديرية التربية صلاح الدين. تمام.